طبيعي النهاردة الحلقة فيها شغل كتير، فيها تفاصيل كتير، وفيها معلومة غير معلومة، وفيها أفكار بسيطة وسهلة بأقل تكلفة. يعني لو حبينا نبص كده على الكاونتر بتاعنا مفيش حاجة جاية يعني من زي ما أقول لك لبن العصفور وحاجات مش متواجدة. الموز عندنا على أي عربية، الشوكولاتة موجودة لقيتها في الإدراج بتاعة التلاجة، الزبدة دي موجودة في باب التلاجة، شوية السجق اللي هم ده من عند البقال، شوية زيتون أخضر وأحمر وأخضر وأسمر أنا جايبه علشان برضو ما نستخدم الكل، ولحمة باردة أو لانشون وده بنجيبه كل يوم وإحنا راجعين من الشغل مع العيش الفينو. أنا بس ببسط الموضوع عشان لما تخش المطبخ تعمل لي أولادك سندوتشات، أنا مش جاي أعلمك، إحنا مش هنعلم الأم تأكل ولادها إزاي بالتأكيد. يعني اعتقد اللي عندها البيبي بتاعها وعندها اطفالها الحلوين هي ادرى في ان هي تعمل له الحاجه الحلوه اللي بيحبها، والولد بيكون مفتوم على يد امه، ده اساسي، عشان كده الجنه تحت اقدام الامهات. ولكن انا بساعدك بافكار حلوه علشان نعرف القيمه الغذائيه اللي ولادنا بياكلوها. لازم لما اكلهم حاجه يستفيدوا بالعناصر الغذائيه اللي موجوده في الاكله، لان في سن بيقف عنده خلاص النمو 20 سنه تقريبا، العلم قال كده وممكن يكون اكتر من كده. لازم طفلك يتغذى في المراحل دي الاولى من العمر. معانا تفاح على النار انا بسلوه بجهزه، تفاح اخضر واحمر بيتسلق في محلول حامض اللي هو ميه وعصير ليمون عشان ما يسودش، عايزه يستوي. ومعانا الشوكولاته هنسيحها برضو عشان نكسب وقت، حمام مائي بسيح الشوكولاته، ممكن الغامقه وممكن البيضه منها اهو بالشكل ده كده، واحطها على النار. حاضر يا فندم، هنعمل كل حاجه، هنسيح الشوكولاته مع بعض زي الفل اهو، نكسب وقت كده، دي تحضير بس شويه كده، بنحطهم على النار وبعدين نتكلم في الموضوع. ادي الشوكولاته بنسيحها شويه اهو زي الفل، خلصت من الشوكولاته، حلو الكلام. بنحط شويه حليب علشان الشوكولاته بتاعتي ما تبقاش كثيفه بالشكل ده كده، واخليها على النار هاديه كده. الحاجات اللي بتتجهز دي المفروض انت تعمليها في المطبخ عادي وانت شغاله. دخلت المطبخ في تحضير اللي هو الميزنبلاس، حلو الكلام. طيب تعالوا مع بعض بقى نشوف هنبدا بايه الاول عشان ندخل الحاجه دي الفرن بتاعنا. ومطلوب منك لما تقف في المطبخ ما توقفيش وقت كبير، يعني انت دخلتي انا بحضر النهارده اربع حاجات واربع افكار حلوين، انت بتعملي واحده منهم مفيش مشكله، على مدار الاسبوع بتعملي الاربعه، ده عادي جدا. هنبدا باول حاجه المافن. المافن ده تشكيله من الخضار، تشكيله من اللحوم، لحمه بارده، لحمه مفرومه، فراخ، والمقادير بتاعته على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. معانا زيتون اخضر واسمر، ومعانا مجانج او سجق، ومعانا فلفله ملونه، شويه بقدونس حلوين، البيض وزيت زيتون وحليب وبيكنج باودر، دي المقادير على الشاشه، صورها بتليفونك او اكتبيها ورايا حسب الرغبه. الفكره كلها ان المافن ده حاجه زي الكب كيك ونفس المقادير، ولكن بتبقى طبعا الحشوات بتاعته حشوات مختلفه. انا عايز بس ابسط لك الموضوع. طبعا انا مركز هنا علشان الشوكولاته عايزه نار هاديه تسيح عليها كده زي الفل في حمام مائي، زي الفل تمام. هنبدا نشتغل في المافن بتاعنا ونشوف ايه تركيبته مع بعض. زي ما قلت لحضراتكم المافن عامل زي الكب كيك، ولكن الميزة بتاعته إن بيقعد وقت كبير عندك في البيت، يعني ممكن تعمليه يوم الجمعة من بالليل أو السبت، الأولاد طبعا أساسي أجازة من المدارس، يقعد عندك طول الأسبوع يأكلوا منه مفيش أي مشكلة. معانا من البيت ثلاث بيضات زي الفل، والبيض لازم يطلع من التلاجة مسبقا لو كان في التلاجة بعشر دقايق أو ربع ساعة بالشكل ده كده. بالمضرب هنضربه علشان البيض يختلط او يتقلب بسرعه معاكي. الطبيعي بتحطي ماده دهنيه، الزيت طبعا، لو بتعملي حلو بتحطي السكر اهو سريعا. مافن بالخضار او بالفواكه اذا انت حابه تعمليه، تحط فيه موز وتفاح، تحط فيه كريز، تحط فيه عنب، تحط فيه كيوي زي ما انت عايزه كده. البيض اهو ده درجه الخفق بتاعته، بننزل بالحليب، قليل من شويه ملح زي الفل، بس دي المرحله دي خلاص. تعالوا مع بعض، معانا الدقيق بتاعنا
في المقادير بتاعتي بيكنج باودر، كانك بتعملي كيكه عادي. شيل الحاجات دي من هنا، البيكنج باودر بنحطه على الدقيق كده يتقلب لوحده على حده، اول باول كده بترفعي الحاجه. مطلوب منك مطبخك ما يبقاش مكركب علشان كمان يديكي طاقة إيجابية تقف في وقت كبير. نقلب البيكنج باودر مع الدقيق بالشكل ده كده اهو. هقول معلومة هنا بقى، معلومة مهمة جدا، التركية بتاعت المغازي المعتاد عليها ايه هي؟ الحشوة التوبنج بتاع المافن ده فيه سوائل، يعني مثلا فواكه هتنزل لنا سائل، فهنا بنقلل كمية السوائل في المعيار بتاعي. التوبنج بتاع المافن فيه لحوم يبقى مفيش سوائل، في جبن بنقلل السوائل، وهكذا. ده مطلوب منك، بتعملي عملية نسبة وتناسب في المقادير. نزلت كده اهو زي الفل، نقلب ده كده. عندنا قالب بنتينه سمنة أو زبدة، حلو الكلام. وبعد كده بنحطه في التلاجة كده، العيار زي الفل معايا اهو. استفيد بقى بالايه؟ عندي فلفله ملونه، بسم الله الرحمن الرحيم. تشكيله لطيفه وحلوه، ده سجق منه الفراخ ومنه اللحمه، فلفله ملونه الاولاد بيحبوها في التفاصيل بتاعه الحاجه. في اولاد بيحبوا ياكلوا الفلفله دي زي ما هي. على فكره الفلفله دي غنيه في فيتامين سي، مش الجوافه وبس فيتامين سي، مش الليمون وبس فيتامين سي، مش اليوسفي بس فيتامين سي. شفت كل ده خضار. وبقدونس عليها كده زي الفل، حاطط ملح انا في التفاصيل من جوه زي الفل. لما نيجي نتكلم بقى عن الحاجه اللي قدامنا دي كده بالشكل ده كده، فيها تفاصيل كتيره على فكره، فيها حاجه كل العناصر الغذائيه موجوده، اذا كان في الفواكه في الخضار اللي انا حاطه، او في الزيتون وشوية الزعتر البري الحلوين اللي انا بحبه ده كده دايما معايا بالشكل ده كده اهو، دايما تلاقوه معايا لما في بداية الاسبوع بجيبه، يقعد معايا طول الاسبوع. مع المافن بيدي فليفر حلو قوي. اقلب كل ده مع بعضه، بستعين هنا بشوية حليب واقلب كده. خلي بالك وجود البيكنج باودر هنا بيعمل ايه يا عم الشيف؟ بيخلي لك المافن بتاعك ده هش. شفت المقادير اهو، اقلبها بالراحه خالص عشان كده مش بقلب بمضرب. بالنسبتيولا كده بتقلبيها اهو، شفتي؟ تقليبه كده فوق وتحت. هناخد كل ده يا عم الشيف، وعندنا القالب بتاعنا. واحده واحده خلص. درجه حراره الفرن عندي 180، والفرن يكون شغال مسبقا اهو. حلو الكلام اهو. القالب ده ما عندكيش القالب ده، بس عشان برضو ايه، قاعدين بنشوف الشيف المغازي دلوقتي بيجيب حاجات صعبه. طب والحاجات دي اجيبها منين؟ انا كلمت جوزي ما جابهاش. طب يعني انا عايز اعمل ده لاولاد؟ عادي، ممكن في صينيه البيتزا العاديه خالص، في بايركس زي اللي معايا دي كده، مفيش اي مشكله. خلي بالك يعني الموضوع سهل جدا، بس لازم تتبع نفس الخطوات اللي انا اشتغلت بيها. السهل الممتنع، السهل والبسيط والبساطه عندنا. ده ازازه اهيت عادي، ممكن تشتريها من اي محل. نفس الطريقه، بتتينيها سمنه او زبده وشويه دقيق وتخليها عندك. انا جايب قالب بس عشان يبقى الشكل طبعا بالشكل المستطيل المتعارف عليه. حلو الكلام. وناخد كل المقادير دي كده وننزل هنا بالشكل ده كده اهو. ولازم طبعا يبقى بنسبة وتناسب في قلب القالب، ما تبقاش شوية عاليين وشوية واطيين يعني اهو، او في مكان فيه كمية كتير وفي مكان كمية قليلة. ده فيه كل حاجة. وبعدين ايه المشكلة لما اسأل الأولاد؟ ممكن يقول لك يا ماما ما تحطليش زيتون أسود، أنا بحب الأخضر. أنا شخصيًا بحب الزيتون الأخضر، ما بحبش الأسود. من صغري ما بحبش الأسود الزيتون، بحب الأخضر دايمًا الحلو، بحس فيه طعم الزيتون. حلو. عندي بولة، البولة دي بحط شوية حليب. شوفوا بس أنا بعمل حاجة كده صغيرة اهيت اهي. عايز أساوي الـ 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 القالب ده أعمل إيه؟ لو حطيت المعلقة هيلزق فيه. شفت أنا بعمل أهو.
شفت ازاي؟ تشوف المعلقه؟ ده الشغل. تمام. موضوع بسيط خالص، شويه حليب صغيرين. وعلى فكره انا هحطهم مع العجينه دي. هستفيد بيهم. اتفضل. شفت ازاي؟ بسوي ده كده. شويه الحليب دول على الوش عشان ما تنشفش معايا. شفت بقى التركية؟ شفت الشيف المغازي مش بخيل ازاي بالمعلومه؟ انا لما احط المافن ده في الفرن وشه هيسود شويه، هياخد نار لانه هو غير الكيكه على ما يطلع معايا والخضار اللي موجود فيه والجو ده. فانا حطيت شويه حليب صغيرين كده واستفدت بالحليب ده قبل ما احطه، اداني فرصه ان انا اساوي القالب كده وبقى شكله لطيف من الفرن. بس خلاص، في درجه حراره الفرن 180 يا عم الشيف، هندخله الفرن. صدقوني بجد، انت لو عملت ده من ليله الخميس او من يوم الجمعه وبقى عندك في الثلاجه، هتقدر جوزك رايح الشغل تديله شريحه حلوه، يعني اصبح انت تاكلي منه عادي، فطار الصبح هنتجمع عليه، في كل حاجه بقى، في بروتين وفي نشويات وفي كربوهيدرات وكل حاجه حلوه. هناخده كده وندخله الفرن زي ما هو. عينيا الاثنين. زي ما هو كده زي الفل. ننظر له النظره الاخيره. يلا يلا تعالوا نفتح الفرن ونشوف الدنيا عامله معانا هنا. يلا مع بعض الفرن. صلي على الحبيب قلبك يطيب. بص على المافن بقى وشوف جماله وحلاوته. المافن بتاعنا الجميل. بننزل الشبكه دي تحت. عينيا اهو. حلو. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ والصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. يلا تعالوا نشوف الفرن فيه ايه. طبعا فيه مستقبلي، في مجهودي، حلو الكلام؟ في اللي هيقولوا لي ولادي تسلم ايدك يا ماما. معانا المافن تحت خلاص على ما اعتقد، يعني قدامه دقائق معدوده ويطلع. خلونا نطلعه فوق، نبدل عمليه تبادل، يعني نطلع العجينه، ننزل العجينه تحت ونطلع المافن فوق، واحده واحده كده علشان الموضوع يبقى ايه في الشياكه. حلو قوي. ناخد ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده المافن بتاعنا. نبص عليه بصه كده هنا ولا ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد ده كده ننزله هنا. حلو. ونطلع ده زي ما هو كده فوق، لان الاثنين في الفرن. المافن جميل ازاي؟ بس انا عايز اقول حاجه بس للساده المشاهدين. التركية زي ما عملت امبارح كده، معلقه الميه جوه الكبده، شويه الحليب اللي انا حطيتهم وانا بساوي المافن بالمعلقه لهم دور كبير جدا، ما خلوش المافن ياخد وش بسرعه قبل ما يستوي من جوه. دي التركية هنا بقى. هنحط ده كده في الفرن. ونسيبه. طيب يلا، ابعد عنه ولا اقفل؟ قول لي قول لي. ولا ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه ده؟ نقفل الفرن، نطلع المافن. صلي على الحبيب قلبك يطيب. نقدمه هنا كده. ده المافن بتاعنا. عينيا. ده المافن بتاعنا. هطلعه هنا كده قدام عشان يبان بالصورة. طبعا ده ما ينفعش ان هو يتقلب او يتشال من القالب بتاعه الا لما يبرد. شكل تاني. التركية السر في معلقة الحليب اللي انا حطيتها على الوش وانا بساوي القالب بتاعي، فخلى الجبنه او خلى الحشوه او التوبنج بتاعنا من على الوش ما يحمرش بسرعه الا لما كل حاجه تستوي من جوه. حلو.